بشوف مدرسين كتير جدا بيستخسروا في نفسهم العلام. يا جماعة ما تبخلوش على نفسكم بالعلم، الناس بتروح تدفع فلوس في الأكل والشرب والهدوم والخروجات وكل الحاجات اللي ممكن تبقى أصلا يعني مش محتاجينها لهذا القدر، لكن تيجي بقى عند الكورسات لا أصل الكورس غالي قوي. طب ما انت هتفضل طول عمرك مكانك، يعني فكر فيها كده، انت مش عايز تدفع رقم معين في كورسات فتقوم تفضل في مكانك في نفس المدرسة او نفس المكان اللي انت عمال تشتكي منه وتقول اصل المرتبات وحشة ومش وحشة وانت مش عارف تشتغل ومش عارف تجيب فلوس اكتر. انت كده بتبخل على نفسك، ما تبخلش على نفسك. هتقولي بس اصل انا والله نفسي اتعلم كل حاجة بس انا معيش الفلوس برضو ان انا اروح اخد كورسات. اولا عايز اقولك ان في كورسات في اماكن كتير من كل الاسعار اللي ممكن تتخيلها. احضر الكورسات دي وابني علاقات مع الناس. طب يا سيدي انت مش عارف تخرج من البيت ومش عارف تبني علاقات ومش عارف تدفع فلوس، عندك محتوى مجاني كتير جدا، مش هقولك بس على قناتنا اعظم عظمات القنوات اللي عليها اكتر من 100 كورس، عاملين حوالي 1000 فيديو، روح اتفرج عليها بقى. لكن هتلاقي في قنوات تانية وناس تانية ومواقع تانية زي الموكس المختلفة، هتلاقي عليها برضو كورسات اتفرج عليها، ممكن تاخد لك شهادة من هنا وشهادة من هنا، حتى لو الشهادات دي غير معترف بيها عند الامبلويرز، ولكن بتوري الناس ان انت عندك يعني احساس كده بالبروفيشنال ديفلوبمنت وان انت بتحاول تسعى وتذاكر، وممكن ربنا بقى يوصل لك تقابل بني ادم محترم مدير في مكان ما، يلاقي والله الشخص دوت او البنت دي مجتهدين، ليه لا ما نجربش معاهم. وساعتها دي تبقى اول خطوه تاخد فيها خبره اللي تاهلك بعد كده ويبقى معاك فلوس تروح تاخد الشهادات الغاليه. يا رب بقى نروح نشوف الكورسات اللي على القناه اللي قاعده مستنياكم دي. كان معاكم في الفيديو قبل بسمه، شكرا ليكم، يلا اقعدوا بالعافيه.